فاليوم حدث تكرار لما حدث الأمس، وإن بنسبة أقل بكثير، لعلها لا تساوي 10%، لكن ما حدث بالأمس هو التطور الأخطر. استهدف أجهزة البيجرز، وهي يعني كما معروف ليست وليدة الآن، تعود صناعتها إلى أكثر من 30 عاما، ولكن كما بدأ يتكشف الأمور، وليس هناك شيء نهائي، ولكن هي شبه يعني معلومات ليست نهائية، بأن دفعة من هذه الأجهزة وصلت إلى لبنان منذ حوالي 5 أشهر. دكتور يوسف، دكتور يوسف، نعم. السؤال هل أنه هذه الأجهزة هي حكر فقط على عناصر حزب الله كاستخدام إلها؟ يعني المستخدم لهذه الأجهزة فقط عناصر حزب الله من المدنيين اللبنانيين يستخدموها بشكل طبيعي؟ نعم نعم، منذ حوالي 5 أشهر وصلت دفعة قيل أنها عبارة أو هي حوالي 5000 جهاز. يبدو أن هذه الأجهزة وصلت مفخخة، وهي مصدرها الأساسي من تايوان، التي حاولت أن تتنصل اليوم وتلقي باللائمة على شريكها، الشركة التايوانية، شريكها المجري، بأنه هو المسؤول. يعني باختصار دكتور شديد، دكتور هذا معلوم، الشركة نعم. الشركة أعلنت أنه مو هي الجهة المصدرة، وأنه الجانب المجري، وحتى المجريين يقولون أكو فد وسيط تدخل بهذه الأجهزة وإرسالها إلى لبنان. لكن أنا سؤالي اللي سألته لحضرتك، هل أنه هذه الأجهزة هي حكر فقط كاستخدام على عناصر حزب الله، أم أنه المواطن اللبناني اليوم يستخدم البيجر بحياته اليومية كوسيلة اتصال؟ علينا أن نميز بين أمرين في هذا المجال. هناك أجهزة بيجرز قديمة لعلها لم تكن هي المستهدفة. طيب. وبالمناسبة هذه الأجهزة يعني اليوم هي لعلها غير منتشرة كما كانت منتشرة في السابق، وهي كانت معروفة يعني حكر على المدنيين، وتحديدا على القطاع الطبي، على الأطباء. ولكن يبدو أن سأكون يعني في منتهى الصراحة معك، أن عناصر حزب الله بعدما تحاشت أن تستخدم الأجهزة الخلوية، طيب، يعني استعملت هذه الأجهزة، لأن هي كما معلوم غير متصلة بالإنترنت،